Hello and welcome to the 11 o'clock news from Bahrain International. I'm Shadi Aqil. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa hosted an iftar banquet this evening at the Rawda Palace in the presence of His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Premier Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. The banquet was attended by senior family members, chairman of the representative and shura councils, clergymen, ministers and a number of invitees. His Majesty exchanged with the attendees congratulations on the occasion of the last 10 days of Ramadan. The attendees expressed thanks and appreciation to His Majesty the King for his invitation. They wished His Majesty abundant health and happiness in the kingdom and its people, peace, prosperity, and security.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.